رحت الكابتن غانم سلطان ربنا يدينا العمر والصحه، وكان الكابتن عادل مأمور هو المدرب، الكابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه كان هو موجود كمدرب برضو، واخدوني زمايلي، كان وقتها كان في لعيبه الزمالك في المنتخب، اخدوني زمايلي ودوني على الكابتن غانم سلطان. كان في منهم انا افتكر نزيه عطيه، وما وصلش قوي نزيه بس كان لعيب من اللعيبه المميزين. ورحت على نادي الزمالك، من هنا ابتديت مع نادي الزمالك. بس انت رايح وانت زملكاوي اصلا، انت وعقلك ضله ولا رحتوا علشان السكه كانت مخلوقه؟ خلينا نكون واقعيين، في الوقت انت صغير في ياما لعيبه بتلعب، يعني انا كان ممكن اروح الاسماعيلي، انا كان بالنسبه لي في ثلاث انديه قدامي معايا كنت احب اروح، يعني كنت اروح الاسماعيلي او اروح الزمالك او اروح الاهلي، بالنسبه لي انا عايز اروح نادي انديه عظيمه، عندي عظيمه فاهم، انما الانتباهات كنت لسه ما زلت صغير يعني، وده عادي يا كابتن، ده عادي جدا يعني، لسه كلام. يعني ما ظهرش وما اتشهرش طبعا، ما بقاش عنده انتماء قوي لحاجه فيهم. خد بالك الانتماء بيتولد او بيكبر معاك وانت موجود في المكان، يعني عشان كده هنيجي اكيد هنتكلم اكتر لما يجي بعض الناس، مع كل الاحترام والتقدير للانديه كلها بما فيها طبعا النادي العظيم النادي الاهلي اللي انا مريت بيهم، انما اما تسال اقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي، فانا بستغرب من السؤال لان انا اتربيت في النادي، يعني عارف انت اما تكون ما تيجي تقول لي نادر انت اصلا انت منين؟ معايا؟ مش هقول لك مثلا انا ساكن في القاهره او ساكن في الشيخ زايد، هقول لك انا اصلا من المنصوره. ماشي. معايا؟ فهو الزمالك بالنسبه لي، ما تيجي تقول لي نادر انت ايه؟ اقول لك انا اصلا من الزمالك. من الزمالك، يعني فاهم كلامي؟ فهي القصد في ايه؟ بالعكس احنا قعدنا في النادي وتربينا وكبرنا وكلنا وشربنا وسكننا جوه النادي، فاهم كلامي؟ بس عاده برضه 16 سنه دي بتبقى 15 سنة ظهرت يعني ميال للزمالك اكتر، ميال للاهلي اكتر، وعادة اهلي وزمالك. والله بص خلينا نكون واقعيين، والدي الله يرحمه يعني وقتها كان يعني كان بيشجع الاهلي، فاهم كلامي؟ بس هو ما كانش فارق معاه ان انا اروح الزمالك هنا ولا هنا. العب هنا ولا هنا. بس ما تأثرتش بكونه مشجع للاهلي؟ لا خالص، لا خالص، لا خالص، لا بالعكس. وبعدين طبعا لما رحت الزمالك بقى يعني زملكاوي بقى ايه قلبا، حتى لما يعني قعدت في الزمالك لغايه 98 وبعد كده سافرت بره، هو لسه لغايه ما يعني ربنا يرحمه زملكاوي، زملكاوي جدا والله. يعني هو ما غيرش تاني بعد ما سبت الزمالك؟ لا لا ما غيرش، لا ما غيرش. طيب دخلت الزمالك 16 سنه تقريبا، اختبرت وعديت ورايح على الناشئين، مش رايح فريق اول لسه. ناشئين. فلسه الخضه مش كبيره قوي. لا لا مش كبيره، لا بس في خضه برضه. انا دخلت الزمالك طبعا، انت كسرت الخضه وانت زمايلك معاك، فانت بياخدوك وتروح النادي، فبرضه زمايلك موجودين، انما ان انت تبقى لعيب في الزمالك فده حاجه كبيره جدا. طبعًا. حاجه عظيمه جدا طبعا، معايا؟ يعني بتحس معناها وتحس، عشان كده يعني يمكن هنتكلم اكتر، عشان كده كنت حريص قوي ان لما بدا احمد ظهر عليه ان هو يبقى جول كويس او كده، احمد ابني وديته الزمالك وعنده 11 سنه عشان يبتدي ياخد شخصيه النادي، يشرب الزمالك من بدري. لا وشخصيه النادي، انت لما تلعب في نادي كبير وانت صغير انت بتكبر يعني بسرعه، معايا؟ عكس كتير من اللعيبه لما يلعبوا في انديه تانية، مع احترامنا الكامل ليها، لما يوصل ل 18 19 سنه 20 سنه بيبقى عايز يروح يا اما زمالك يا اما الاهلي، تاسس خلاص في النادي الصغير، فبقى بالظبط بالظبط صفات الشخصيه بتفرق طبعا معايا. طبعا فعشان كده كنت حريص ان هو يبتدي مع نادي الزمالك على طول.